يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، هل معنى ذلك عدم المبالغة في الإطراء أو عدم المدح أصلا سدا لباب الذريعة؟ رسول يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته، يثنى عليه بصفاته، لكن الغلو والإفراط هو المنهي عنه الذي يفضي إلى عبادة غير الله، كما حصل للنصارى، كما أطرت النصارى ابن مريم. فالمدح الذي يفضي إلى عبادة الشخص من دون الله هذا لا يجوز.